Low power error correction circuits for IoT using polar codes. بصوا يعني مبدئيا كده انا مش جاي اشرح لكم الجراديويشن بروجكت بتاعي تمام. هتعرفوا ليه انا بشرح لكم الكلام ده. المفروض النهارده ان احنا هنشتغل على حاجه اسمها سكريبتنج, او يعني انا اللي هوريكم الشغل اللي احنا هنعمله او اللي انا عملته. انتوا مش هتعملوا سكريبتنج طبعا يعني, بس على الاقل هتفهموا ازاي ممكن تكتبوا كود على ماتلاب يطلع لكم كود في فيرلوج, وايه لازمه ان انا اعمل حاجه زي كده. فعلشان اوريكم حاجه زي كده خلونا بس نشوف مع بعض ايه البولر كود دي. فمبدئيا يعني البولر كودز دي حاجه جوه الكوميونيكيشن سيستم. طبعا الكوميونيكيشن سيستمز لما تاخدوا ان شاء الله كورس كوميونيكيشن يعني هتعرفوا ان انتوا بيبقى عندكم مسج عاوزين تبعتوها للديستنيشن, فبيبقى في ترانسميتر وفي ريسيفر, وفي طبعا التشانل اللي في النص دي اللي هو الهواء اللي في النص. يعني انت مثلا هنا وهو هناك, فالسكه من هنا لهناك هي دي التشانل. طبعا بيبقى فيه نويز في التشانل وحاجات كتير, وعلشان كده لما ببعت حاجه من الترانسميتر الريسيفر ممكن يستقبل فيها ايرورز. فالفكره في الايرور كوركشن ان هو اوتوماتيك يصلح الايرورز اللي هتطلع عندك تمام. فيعني دي الفكره العامه, ان انت لو انت عندك اكس كانبوت وانت عملت عليه سم لوجيك. انا بس عايز نوفي بوينتر. فانت لو عندك حاجه زي الاكس عملت عليها شويه لوجيك في اسمه ايه ده في الانكودر, طلعت واي, جيت تبعت واي طلعت لك واي برايم. المفروض لو انت التشانل بتاعتك ايديال واي برايم تطلع هي نفسها الواي, لان هي دي المسج اللي انت بتبعتها. بس لو احنا افترضنا ان التشانل دي فيها نويز وممكن مثلا بنسبه 20% الواي دي تطلع غلط, المفروض انت كده من كل 5 رسائل هتبعتهم في رساله هتيجي غلط, تبعت 1 يروح لك 0. طيب فدلوقتي في فكره اتعملت ان هو طبعا دي احد طرق الايرور كوريكشن, طريقه معوقه جدا. قال لك احنا نبعت الرساله مرتين, نعمل الهاردوير اللي بيبعتها مرتين. فانا بدل ما كنت ببعت 0 هبعت 0 0, بدل ما كنت ببعت 1 هبعت 1 1 تمام. فالفكره في كده ايه, ان انا دلوقتي علشان ابعت 0 0 يرجع لي تاني 0 0 الاثنين صح, بقت 64%. ان الاثنين يجوا غلط بدل ما كانت 20% نزلت ل 4%. طبعا في 32% واحده منهم تبقى صح والثانيه غلط. طب في فكره ثالثه ان احنا نخليهم 3 بدل 2, كده الاحتماليه ان الثلاثه يجوا لي غلط نزلت ل 8%, 8 من 10% كمان. ان واحده منهم تيجي صح والاثنين التانيين غلط, بدل ما الاحتمالية بتاعت الايرور بتاعت الاثنين دول كانت 20% نزلت ل 10% بس. أنا بعمل كده ليه؟ دلوقتي أنا بعت 0 0 0, الاحتمالية الأكبر إن يحصل ايرور إنها تيجي في بت واحدة. يعني غالبا هي مش هتيجي في الثلاثة بتس. ثلاثة بتس 8 من 10% احتمالية شبه مهملة. إنما اللي ممكن فعلا يحصل إنه يجي ايرور في بتين. فالفكرة بقى إن أنا لو جالي 0 1 0 يعني حصل في بت واحدة, الديكودر اللي عند الريسيفر ممكن يفترض انها حصل ايرور وهي اصلا كانت مبعوتة 0 0 0 غالبا, فهو اوتوماتيكلي يكوركت الايرور اللي جاها. واصلة الفكرة دي؟ فانا كده بقلل احتمالية ان انا افشل في ان انا احصل على الرسالة الصحيحة. يعني الاحتمالية ان يجيلي ايرور غالبا الايرور هيحصل في بت واحدة. فانا لو بعت 0 1 0, لو انا بعت 0 0 0 ووصل 0 1 0, فالريسيفر هيفترض ان الواحد ده جه غلطه وهو قصده 0 0 0, فانا كده اكني بعمل اوتوماتيك كوركشن تمام. الفكره دي وصلت؟ لو انا عايز ابعته كده, لو انت عايز تبعته كده, لو انا بعت يعني انا بعت 1 0 0, يبقى اللي هيحصل عند 1 1 1 0 0 0 0 0 ده اللي هيتبعت في المثال.
فانت الايرور اللي هيحصل لك بيت واحده اكبر من البروبابيلتي ان كلهم يجوا غلط، فاهمني؟ فانت تقدر تابروكسيميت. طبعا الكلام ده مش في المنهج عليكم انا بس يعني، واكيد طبعا الرسمه دي مش عليكم برضو. يعني هنا احنا بنقول ان احنا عندنا كوميونيكيشن سيستم، وكوميونيكيشن ممكن يبقى فيه انكريبشن وكومبريشن وموديوليشن بتاع الانالوج. فيعني بغض النظر عن الكلام ده كله، احنا هنا شغلانتنا في ان احنا بنكتب فيريلوج ونطلع منه لوجيك ونوصل بيه الفكره. فالانكودر اللي هنا اللي بيعمل الحكايه دي هيبقى شكله عامل زي كده. لو احنا افترضنا ان هو الانكودر لحد هنا، وال W head دي هي اللي channels، يعني الإكسات بتتبعت وبتتبعت في الهواء يوصل في الآخر وياط عند الريسيف، تمام كده؟ طبعا دي طريقة مختلفة للإيرور كوريكشن عن الطريقة اللي فاتت. الطريقة اللي فاتت كانت معوقة، بتستهلك باور كتير وإيريا كتير وطبعا بطيئة ووحشة جدا. الطريقة دي أحسن بكتير، مجرد إكس أورز، نوع مختلف وكود وفي ألجوريزمز بقى وقصة مالكوش دعوة بيها. خلينا نركز في المفيد. انت مش عليك تعرف الطريقه. زي ده. انت بتبعت حاجات بيتس اورز، المسج بتبقى نص عدد البيتس. يعني مثلا من يو 1 ليو 8 في 4 بيتس مكررين. طبعا لازم انت تبعت بيتس مكررين. بطريقه معينه وبتحويره معينه مش عليك. المهم في الموضوع ده كله ان الهاردوير بالمنظر ده. لو تلاحظوا معايا هتلاقوا ان اكس 8 هي بتساوي يو 8. طب اكس 7 بتساوي يو 8 زائد يو 7، دي مش زائد اكس اوفر اللي هي 2 موديولو اديشن. اكس 6 يو 6 زائد يو 8. طب اكس 5 يو هنا يو 5 زائد يو 7، وفي الحتة دي يو 6 زائد يو 8. فالدنيا عندك معقدة على الآخر. مين بيساوي مين؟ ده أكبر سؤال أنت هتسأله لنفسك لو أنت هتعمل كود فيريلوج. طب مين اللي هيساوي مين؟ كماث إحنا ممكن نعرفها بسهولة. الإكسات دي بتساوي اليوهات في صم ماتريكس، جي ماتريكس. الجي ماتريكس ممكن نعرفها إن هي بي ماتريكس مضروبة في إف ماتريكس. اف ماتريكس دي متعرفه بانها كرونيكال برودكت بشكل معين. ان انت لو عندك ماتريكس ايه كرونيكال برودكت دي، هتلاقي ان الماتريسيز كل اليمنت من هنا بيتضرب في الماتريكس كلها، نوع جديد من البرودكتس. شويه لينير الجبرا مالناش دعوه بيها. المهم ان الموضوع ممكن يتعمل بايه؟ بمتلاب. على متلاب انت هتعمل البولر كود ده زي الفل. نيجي بقى للفيرلوج، هتعمل حاجه زي كده على الفيرلوج ازاي؟ هتقصين مين بيساوي مين؟ ده سؤال كبير. ده كده الانكودر، تمام؟ رجينا بقى للديكودر. هنلاقي حاجة ظريفة لطيفة بالمنظر ده. في عندك افات وجهات متوصلين ببعض بشكل غريب. يعني اوكي لو انت هتتكلم في الامبلمنتيشن بتاع الاف او الجي، الاف حاجة بالمنظر ده. الجي حاجة بالمنظر ده. مقصات على اكسورات على اداة سبتراكتور. فعشان تعمل الاف لوحدها او الجي لوحدها على فيريلوج حاجه سهله. طيب وعلشان تمبلمنتهم اوكي ستراكشرال موديل وحاجه زي الفل، بس هتوصل مين بمين؟ يمكن توصيل ده، يعني ممكن انت تشوف الباترن هنا ان ده بيتوصل بالاثنين دول وده بيتوصل بالاثنين اللي بعد منهم طريقه باترفلاي. يعني اوكي ممكن تريتكت باترن، بس تعالى لي بقى هتلاقي تحت الجي كده في انبوتس داخله. يوهات كتير، اليوهات دي جايه من الاوتبوت، يعني الاوتبوت انت بتستخدمه كانبوت تاني. فانت هتلاقي هنا اربع حاجات زائد بعض، هنا حاجتين بس، هنا حاجتين بس، والاندسيز متلخبطه على الاخر. في الجوريزم طبعا بيطلع الاندسيز دي، بس وانت بتكتب فيريلوج يعني هتعملها ازاي؟ في حاجه اكبر من كده كمان. البلوكس دي مش بتشتغل في نفس الوقت، يعني انت هتلاقي ان البلوك دي بتشتغل في الاول، بعد كده البلوك دي بلوكتين دول اكشلي الاربعه بلوكس دي بيشتغل في نفس الوقت، الاربع افات اللي هنا بيشتغل في نفس الوقت، بعد كده الافايه دي والافايه دي، بعد كده الافايه دي بعدها بكلوك سايكل الجهايه دي.
يعني السكادول مكتوب هنا في التيبل الاربع افات دول بعد كده الافتين دول هي الافات دي ويطلع اوتبوت في الحاله دي جي هي دي تاني اوتبوت هيطلع عندك بعد كده 2 جي مش هيطلع اوتبوت برضو هتعمل كده ازاي على فيرلوج لو انت بتكتب ايدك خد عندك السؤال الاكبر ده اللي فات ده كان 8 بت بكل تعقيداته كان 8 بت لو كان 1024 بت هاو اون ايرث يعني هتعمل حاجه زي كده فبس يعني اظن ان انتوا وصلتكم فكره ان احنا يعني ده سهل ان هو يتعمل على ماتلاب جميل جدا خلاص نيمبلمنت الكود على ماتلاب وفي الاخر الاوتبوت ريزلت اللي يطلع من ماتلاب يعني انا هضرب شويه ماتريسيز في بعض الماتريسيز دول بعد ما يطلع الاوتبوتس بتاعتهم هيكون سهل عليا من ماتلاب اعرف مين هوصله بمين انا في الاخر هوريكم الاكواد اللي مكتوبه شكلها عامل ازاي لحاجه زي كده ما تخافش الانكودر خلينا انكودر مثلا الانكودر اللي هو كان فين الانكودر اللي كان شكله كده هو في الاخر عباره عن اكس اورات يعني هو مش حاجه معقده خالص الفكره في ان انا عايز اعرف مين متوصل لمين فانت لو هتكتب كود انت ممكن تعرف الانبوتس والاوتبوتس رج دي داتا تايب اللوجيك زي الرج يعني اللي بيعمله رج بيعمله لوجيك برضه فاعتبره رج دي لوجيك مؤقتا يعني هي مش لوجيك تمام بس اعتبروها لوجيك فانا عرفت اوكي انترنال سيجنالز ومعرف الانبوتس والاوتبوتس بتاعتي وعندي اولويز اد بوزيتيف ايدج كلوك وفي عندي حاجات internal states متوصله بالانبوتس والستيج اللي بعدها متوصله بالستيج اللي كانت لسه معرفه من هنا اوكي بس الانديسيز هتلاقي واحد بيساوي واحد اكس اور 5 و6 داخله على 6 3 3 مع 7 فانت الدنيا عندك زي ما قلنا مبهدله ده كده 8 بت تخيل انت عندك لو وصلت الحاجة 1024 بت يعني خليني مثلا اوريك الديكودر في 8 بت والديكودر في 1024 بت خليها 32 احسن فالديكودر في 32 بت هتلاقي ان انت بتعرف ريجز ووايرز شوية اساينز كتيرة كده واكس اورات كتيرة نو واي يعني ان انت تكتب الكلام ده بايدك والاف والجي بلوكس اللي احنا اتكلمنا عليهم وطبعا الاف والجي بلوكس هتلاقي فيه بقى وايرز انديسيز ارقام وفي الاخر لما تدخل لي كمان في السكادول مش احنا قلنا ان في سكادول سكادول بيتعمل ازاي حد عنده فكره يعني احنا قلنا ان احنا عندنا في السكسيف كانسليشن ده مش كل الحاجات هتحصل في نفس الوقت قلنا في اربع افات هيحصلوا في الاول اللي هما الافات اللي فوق هما في اول ستيج بعد كده الافتين دول بعد كده الافايه دي واضح ان في سكادول معمول علشان نعرف مين هيتنفذ بعد مين لو انت عايز تعمل سكادول ايه الكونسبت اللي انتوا خدوه بيعمل سكادول شفايه ديلي بلوك ايوه ايه بالظبط احنا كنا بنعمل ايه في اللابين اللي فاتوا فاينايت ست ماشين بالظبط فا اوكي يعني انا لو عندي هنا 14 كلوك سايكل بيحصل فيهم الحاجات دي فا اوكي انا عندي فاينايت ستيت ماشين فيها 14 ستيت بص بقى على الفاينايت ستيت ماشين فاكرين الفاينايت ستيت ماشين بتتعمل ازاي صح؟ بيبقى عندي كاونتر والكاونتر ده كيس ان هو 0000 اللي هي اس 0 زي ما انتوا كنتوا بتعملوها بيجن هتلاقي حاجات بتقصين حاجات كتير بتبقى واحد طب في الكيس اللي بعد منها حاجات تانية كتير والانديسيز اظن ان انتوا اتفقتوا معايا باي ناو ان انتوا مش هتعرفوا ابدا تعملوا حاجات زي كده بايديكم تمام
نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ نعمل كده ببساطة حاجة زي كده. لو انت عارف الكود بتاعها على ماتلاب تقدر بحاجة اسمها سكريبتنج ان انت تعمل تطلع الفيريلوج فايلز من الماتلاب بتاعك. يعني مثلا ده الانكودر شايفين انا هنا بعمل ايه؟ انا ابتديت في فاريبل، الفاريبل ده string، الفاريبل ده موديول في انكودر والانبوتس بتاعتي. واخد بالك الانبوت بتاعي بعمله in terms of variables. هل تعرفوا تعملوا كده في الفيريلوج؟ لو حاجة الويت بتاعها بيتغير، انت دايما بتقول من 3 ل 0. افرض لما هي مثلا لو كان اللوجيك بتاعي 4 بت خليته 8 بت، فهو هيبقى من 8 ل 0 من 7 ل 0. حاجة زي كده تقدر تعملها في فيريلوج؟ في استخدام للبارامترز بتقدر تعملها في فيريلوج ان انت تعدل الويت. هوريكوا ازاي على اخر السيشن. دكتور عملها صح؟ طب جميل جدا، هوريها لكم بس اللي انت مش هتعرف تعمله في فيريلوج، او يعني مش هيكون عندك الحريه ان انت تعمله، لو انت مثلا الكود بتاعك في حاجات معينه بتتنفذ، مثلا 16 سطر، لما انا بغير الويت ادبل الويت مثلا هيبقى 64 سطر. هتعمل كده ازاي في فيريلوج؟ هتلاقي بقى الدنيا صعب انك تكون فليكسبل معاها. انما هنا انت ببساطه شديده انت بتطلع الكلام ده سترينج فاريبل، سترينج فاريبل تحطه جوه دبل فور لوب. لو انا مثلا بعرف الريجز بتاعتي او اللوجيك الانترنال سيجنالز، لو هم مثلا كانوا 3 ستيجز وجيت زودت الويت بقوم 5 ستيجز، خلاص انفذ السطر ده 5 مرات، فأنا كده زودت 5 سطور الفاريبل بتاعي. واصلة الفكرة؟ بالظبط. انت بقى بتعرف بقى تزود السترينج بتاعك، ده طبعا سترينجز، فبتقدر بقى تحط السترينج جوه فور لوب، جوه اف كونديشن، بتعمل لوجيك تكتب بيه الفايل في حد ذاته. الايه؟ انت هنا عرفت الموديول، تمام؟ هنا عرفت الانترنال سيجنالز جوه فور لوب برضو، وهنا عملت الاولويز اد بوزيتيف ايدج كلوك بيجن، وجيت بعد كده بي ان دي جزء من الجي ماتريكس. ما احنا قلنا بقى انت دلوقتي متفقين ان انت عارف الماد بتاعك، يعني افرض ان انت عارفه هنا الاكس بتساوي اليو في الجي، والجي بتساوي ماتريكس في ماتريكس، وماتريكس دي بتساوي مش عارف كام ماتريكس في بعض. هنا في الماتلاب انا بس سكيب ذيس بارت، انا معرف الماتريسيز دي في الاول. ففي الاف، الاف بعمل عليها الكرونيكال برودكت بتاعي او كرونيكال باور بمعنى ادق، والبي بعرفها، وبعد كده بعرف الجي. والكود بقى اللي تحت ده هو اللي بيمبلمنت بس كهاردوير اكس بتساوي يو في جي. طب انا عايز اتست، انا طلعت الموديول بتاعي وعايز اتسته دلوقتي. طبعا دي الحاجات بقى اللي بتطلع اكس اور، وفي لوجيك معقد هنا. لوجيك انت هتقدر تبنده بسهوله على ماتلاب. انا دلوقتي عايز اتست، ففي هنا تست فيكتور فايلز. ثانيه بس، تست فيكتور فايلز دي انت بقى ممكن تعرف راندوم فيكتورز، بدل ما انت بتكتب كل فيكتور بايدك، لا خلي ماتلاب لو انت مثلا عندك حاجه 64 بت، ايه الاحتمالات الممكنه اللي انت ممكن تقيسها؟ انا عندي 64 بت كام؟ ايه عدد الاحتمالات اللي انا ممكن اطلعها؟ 2 باور 64 انت عارف ده كام؟ بص 2 تو ذا باور 10 1024. أكتر شوية مليار في مليار، أو مليار في مليار. فا نو واي إن أنت تكتب حاجة زي كده بيه.
ونو واي برضو انك تكفر كل البوسيبيليتيز مليار في مليار. انت عندك شوف بقى كم اتريشن هتقعدها فاللاب هيموت معاك. حاجه زي كده احنا بنتستها ازاي؟ بتعمل راندوم فيكتورز. راندوم فيكتورز دول قول مثلا هتعمل 2000 فهم 2000 راندوم فيكتورز. هتيجي بعد كده دول بقوا من الانبوتس بتوعك. الانبوتس بتاعي اللي هو اليو. احنا قلنا الاوتبوت في الاخر اكس بتساوي يو في جي، يعني الانبوت ده بيتضرب في ماتريكس. فانت بكل بساطه هتمسك الانبوت ده فين؟ هنا انا بس عامله بدلاله فيكتور ان ترمز اوف اي، يعني بقى اتريت على كل فيكتور. بمسك الانبوت بتاعي اللي هو اليو بضربه في الجي على ما تلاقي ماتريكس مالتيبليكيشن مباشر، واشوف الاوتبوت بتاعي واخزنه في الاكس. الحاجات دي بقى بعمل لها رايت فايلز. فانا كده طلعت التي في فايلز بتاعتي اللي انتوا عملتوها في الاساينمنت، بتطلع من ماتلاب عندي الفايلز موجوده اهي. طلعت الفايل بتاعي بتاع الموديول، ناقص اطلع التست بنش. هنلاقي التست بنش زي ما انتوا بتكتبوه، بس انا كاتبه بسترينجز عادي جدا in terms of variables. الموضوع سهل ولا لا؟ لا يعني انا كتبت الموديول بالسكريبت. جميل. انا مش عايزكم تفهموا كل تفصيلة انا بقولها، يعني الكونسبت العام واصل ولا لا؟ انا بس في نقطة مش فاهمها. عملت كده اللوجيك اللي جوه الموديول. اللوجيك اللي جوه الموديول؟ لوجيك بقى. اللوجيك اللي جوه موديول جميل جدا. اللوجيك اللي جوه موديول انا هنا عامله ازاي؟ بص كده. انا عندي انبوت فيكتور بضربه في جي، بحولها كود ازاي؟ سؤال جميل. ثانيه كده. خليني افتح فايل تاني. فايل تاني اصلا مش فاهم الفكره. اعتقد ان فايل زي ده هيكون اسهل شويه في القرايه، صح؟ طيب ده طريقه مختلفه. يعني اللي فات انا كنت عامله بايبلايند، ان انا هنا دايركت كومباينيشن او مش دايركت كومباينيشن، هو في كلوك برضو بس كل حاجه بتطلع في كلوك سايكل. اللي فات كان بايبلايند. عارفين كلمه بايبلايند معناها ايه؟ انا مقسمها ستيجز، كل ستيج بتحصل في كلوك سايكل لحد الاول. يعني ما كانش فيه سطر كده فيه بتاع 8 اكس اورز مضروبين في بعض، لا هو كان بيبقى فيه 2 اكس اور دي باخدها في ستيج، 2 اكس اورز تاني باخدهم في ستيج، وهكذا. ده الكونسبت بتاع البايب لاين، كل ستيج بتحصل في كلوك سايكل. المهم السؤال هو ازاي انا كنت بترجم الاكس بتساوي يو في جي للمنظر ده. لو رجعنا هنا للهاردوير، احنا قلنا الهاردوير بتاعنا الاسكيماتيك بتاعه لو جينا نتخيله هنلاقي ان هو انبوت بالاكس اور مع انبوت تاني ويطلع لنا الاوتبوت. انت لو جيت تضرب الاثنين ماتريسيز دول في بعض هتلاقيهم بيعملوا نفس البيهيفير، وبتاخد موديلس 2 وحاجات كده، لان ده طبعا باينري. لو عملت مجرد ضرب ماتريسيز ممكن يطلع لك حاجات ديسمال، بس انت هنا بتشتغل موديولو 2، بتاخد موديلس يعني 2 عشان يطلع لك باينري، تمام؟ فده بيترجم لده. انا اقدر اتعامل مع ده، مع اللوجيك بتاعه على الاقل. يعني انا هنا بصوا على الطريقه، انا عامل دبل فور لوب
وبشوف الضرب الماتريسيز بتاعي هل في 1 في المكان الفلاني؟ لو يبقى الاثنين دول اكس اورد مع بعض وهكذا. حاجه بالاسلوب ده. ثانيه فين 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 في الحته دي، في الحته دي بالذات الفي 2 ده انا حاطط فيه اسم فاريبل يا اما ستيج 0 يا اما ستيج 1 يا اما ستيج 2. انا قلت ان انا مقسمهم في كود البايب لاين لستيجز. فهو في ستيج بيبقى حاجه اكس اور حاجه، في ستيج ثانيه بتبقى الحاجه مباشره بيزد على لوجيك، اللوجيك ده مكتوب في الكود. فده اللي انا عامله هنا، بعمل فور لوب جوه فور لوب ثانيه. الفي 2 دي بتحمل اسم الستيج ورقمها، بس بتتغير كل اتريشن، رقم الستيج بيتغير كل اتريشن. ففي مره بتبقى حاجه اكس اور حاجه، معلش الدنيا بتتلخبط شويه، فهي السطر ده مثلا الحاجه دي اكس اور الحاجه دي، السطر ده هي الحاجه دي دايركت. فككم للوجيك ذات نفسه، هل الفكره العامه واصله؟ يعني انا مش بشرح لكم الانكودر هنا. يعني هل لو انتوا عندكم كود ماتلاب هتقدروا تفكروا تعملوه حاجه زي كده وتطلعوه فيرلوج بسكريبتنج؟ على الاقل لو خدتوا الفكره العامه من الموضوع ده. يعني في حاجات بسيطه زي ازاي تاوتبوت في فايل. لا غير كده قصدي، يعني مثلا ايه؟ قلنا ان الفتره دي يعني ده بص نفست لوجيك بتاع الانكودر اللي هو فيرلوج طبيعي. ارن الكود؟ ارن الكود قدامك؟ لا مش هرن الكود، بس انا هرن الكود. مثلا نفست لوجيك هو المتاب ازاي؟ انا هوريك الكود ده دلوقتي بيشتغل ازاي. تمام؟ هنا هنا يا جماعه انا معرف فاريبلز وماتريسيز في الاول، بعد كده عرفت الباث اللي الفايلات دي هتطلع فيه. جميل؟ يعني خلوني ارن كده قدامكم رنايه. لو انا مثلا عدد البيتس عندي 2 تو ذا باور ان، حطيت هنا 3، 2 تو ذا باور 3 بتساوي 8. انا كده بعمل حاجه 8 بيتس. انا دلوقتي بعمل رن، فهو طلع لي ان الفايلات موجوده عندي. الفايلات موجوده فين؟ تايمينج سكريبتنج. انا الماتلاب فايل بتاعي كان هنا، انا حاطط جوه الكود ان هو اوتبوت لي الفايلات في نفس الدايركتوري، فهو طلع لي الدايركتوري ده موجود عندي. ده الموديول بتاعي، ده التست بنش بتاعه، وده الانبوت تيست فيكتورز، دي الاكسبكتد اوتبوت تيست فيكتورز. طب انا لو حبيت اغير الويد ممكن اغيره ببساطه شديده، بدل ما هو كان 8 بتس اجيب 2 تو ذا باور 6، 64 بتس. خد شويه وقت ورن، هتلاقوا ان في فولدرز ثانيه اتكونت عندي. لو جيت مثلا فتحت دول بأي تكست اديتور هلاقي الكود بتاعي اتكتب، كود الفيرلوج بتاعي، موديول بالريجز الاولويز وهكذا. ازاي بقى بتمبلمنت الحاجات دي؟ بتحطها في الفاريبل بياخد سترينج، وتتعامل اكنك بتكتب كود فيرلوج عادي جدا. يعني تكتب موديول، اسم الموديول، ما بين قوسين الانبوتس الاوتبوتس، براحتك خالص. بس ده هيديك فلكسبيليتي انك تقدر تباز فاريبلز من ماتلاب. هي دي الفكره العامه، هو ده الموضوع كله. تمام؟ وان انت بدل ما هعرف ريج كلوك، ريج تي في واحد، او بلاش دي بلاش دي، خلينا ناخد الثانيه عشان الموضوع يبقى اوضح. ده كان قصدي بقى. ايوه ما هو دي الفكره. ثانيه بس ثانيه بس. بدل ما انا هكتب ريج اس 0 بعد كده ريج اس 1 ريج اس 2 وهكذا، وجوه الاولويز هعمل سطور كتير. فمثلا خلينا في الريجات دي، بدل ما انا قعدت اكتب بايدي 6 سطور، انا قمت جاي هنا وعملت فور لوب من 0 لحد ان ماينس 1، من 0 ل 5. فمن 0 لحد 5 هطلع السطر فيري اللي هو السترنج ده، هزود عليه ريج من 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 64 من 63 لحد 0 اس اي
هاي دي بقى 0 اس 0 اس 1 اس 2 وهكذا. في الاخر في سلاش ال ان اللي هي بتنقل لي على السطر اللي بعده. فالنتيجه عندي ايه؟ سطور زي دي. سهله ولا ايه؟ الباقي نفس الفكره بقى. يعني مفيش كونسبت جديد غير في الانكودر ذات نفسه شغال ازاي. هو مثلا تعلمت حاجه ثانيه، هو اصلا الموديل بتاعي يقول لك كام فكره دي ما تنسيش مضبوطين بالظبط. شايف الانديسيز دي؟ هو ضربهم وحسبهم وطلع الحاجه ودخلها في الكود اللي هيعمله سكيل. بالظبط، انت كتبت كود بلوجيك معين، اللوجيك ده انت عرفت فيه تضرب وتحسب وفي الاخر عرفت الباترن. فلما جيت عرفت الباترن في الاخر فور لوب جوه فور لوب زي دي، شايفين الوايل دي يا جماعه؟ الوايل دي هي اللي تطلع لك كل السطور دي. بتشوف فين الوحايد، فين الزيروهات، الاي بكام، الجي بكام، على اساسها بتحسب الارقام الغريبه دي. يعني ال 22 بتساوي ال 54، ال 27 بتساوي ال 54، بس ال 28 بتساوي ال 14. الحاجات دي جايه بقى بناء على الباترن صح؟ بناء على الباترن والكود اللي انت كاتبه على ماتلاب. يعني هتلاقي باور بوينت ده 64، الباور بوينت مش هيقول لك. عايز ابو 8؟ السؤال اللي عليها اللي هي ممكن لما جبنا الماتريسيت وقلنا بالظبط، يعني انت ضربت الماتريسيت. الماتريسيت دي جايه بناء ان انا شفت في باترن في البحث، في باترن بيتكرر برضه من الحاجات المفيدة في الحاجة زي كده ان انت تعمل الكود بتاعك على 8 بتس. 8 بتس السكيماتيك بتاعه. فانت عرفت الباترن ماشي بتاعك ازاي. تست ال 8 بتس وتأكد انها صح. بعد كده جربت ايه؟ تطلع واحدة يعني تخليها 16 بت. وتنزل واحدة تخليها 4 بت. تشوف هل بتغيير فاريبل واحد، هل اللوجيك بتاعك لما تيجي تعمل له سيميليشن هيبقى هو برضه مظبوط ولا لا؟ يعني السكيلينج بتاعك هيفضل صح برضه ولا لا؟ لو صح، لو الثمانية صح والأربعة صح والستاشر صح، خلاص اطلع بقى ال 1024 وما يهمكش، خش بقلب جامد. بس الباترن ده ماتماتيك ليه جديد ازاي؟ هو مش سهل يعني. اشرح لك بقى الجراديويشن بروجكت التاني. قصدي بقى يعني مين وظيفته بقى ان هو يطلع الباترن؟ قلنا مفيش ماتريكس مالتيبيكيشن، هو الماتريكس مالتيبيكيشن طلع الباترن. الحاجات دي جايه بناء على نشوف هتعمل كود ماتلاب تضرب فيه اكس بتساوي جي وتتفرج على ماتريكس. هتبص على الماتريكس هتعرف فين الوحايد والزيروهات اللي بيطلعوا عندك، وعلى اساسها هتعرف تمام ده اكس واحد بتساوي يو 1 زائد يو 2 زائد يو 3 كده، فاهمني؟ يعني الحاجات دي اصلا ستاندرد مش هتتكرر. مش حاجات ستاندرد، لا دي مش ستاندرد. ده هو ده الباترن. يعني قصدك في فورمولا معينه للانكودر وانا هعرف في فورمولا معينه للانكودر، في فورمولا معينه لايا كان، يا جماعه ده انكودر. بس الكونسبت بتاع السكريبتنج ممكن تعمله على ادر، ممكن تعمله على الاي ال يو اللي هتعملوه النهارده، مش هتعملوه النهارده بس ما علينا. ممكن تعمله على اي حاجه معقده فيها بيتس كتير وتعرف تعملها على ماتلاب ونفسك تعملها على فيرب. طيب ده بيجيبنا لسؤال تاني، طب انا ليه ما اعملش اللوجيك ده ككود على فيريلوج؟ حد يعرف ليه؟ يعني هو اوكي تمام، انت برضو في حاجات من الحاجات دي مش هتعرف تعملها، بس في حاجات هتعرف تعملها. ايه الميزه في الماتلاب عن الفيريلوج في حاجه زي كده؟ حتى لو انت عرفت تكتب اللوجيك بتاعك على فيريلوج، حد عنده فكره؟ طب هو انا لما بكتب كود فيريلوج ايه اللي بيحصل؟ بيعملها سيركت صح؟ اي لوجيك هتكتبه هيترجم لسيركت. فانا لو انا كتبت لوجيك كبير معقد علشان بس اعرف مين بيساوي مين، مين بيساوي مين ده ممكن يكون واير، ده بيساوي ده سيركت. بس انا كتبت لوجيك علشان اعرف مين بيساوي مين. فاللوجيك بقى قابل يا عم السيركت، هتشوف عامله ازاي؟ هيطلعه لك كسيركت كده. وانت هتقول اف ده بيساوي ده، الافايه دي لوحدها نقص. واخد بالك؟ هنا برضو حته كده من الالكترونيك ديزاين فلو بحب افكركم بيها.
انتوا غالبا شفتوا المنظر اللي على اليمين ده صح؟ انا بس حابب افكركم ايه اللي بيحصل بالظبط واحنا بنعمل سيركت. احنا في الاول بنبتدي من ان احنا نعمل سيستم سبيسيفيكيشن. احنا عندنا سيستم كبير بيبقى جواه بلوك ادر، جواه بلوك تاني، في هنا مقصات هكذا، في هنا ديكودر. يعني اول سيستم سبيسيفيكيشن انت بتشرح الايه اللي بيحصل، وبعد كده البلوكس دي بتحطها في الاركتكتشرال ديزاين، هنا مقص، هنا ديكودر، هنا مش عارف ايه وهكذا. وطبعا كل حاجه من دول بتكتبها في كود، بتوصف الفانكشن بتاعتها. يعني مثلا الديكودر هيبقى الاوتبوت بتاعه بيساوي ايه اند ايه اكس اور ايه، بتوصف اللوجيك بتاعه. ده اللي احنا بنعمله في الكورس بيزيكلي. يعني الاركتكتشرال ديزاين والفانكشنال ديزاين واللوجيك ده بنعمله موديل سيم. في الاخر ايه اللي بيطلع عندنا من الخطوات دي؟ بيطلع عندنا لوجيك بوليان اكسبريشنز، ان كذا بيساوي كذا اند كذا اور كذا ان تيرمز اوف لوجيك اونلي. طب انا لو حابب اعرف حاجه زي كده بتاخد ديلي قد ايه، او يعني البارازيتيك كاباستنس، حاجات بتاعت الانالوج دي، فحاجه زي كده مش هعرفها من هنا. ليه بقى مش هعرفها من هنا؟ لان انا اوكي انا عرفت اللوجيك بتاعي ماشي ازاي، بس انا ما ترجمتوش لسينثيسيس. عارفين يعني ايه سينثيسيس؟ حد يعرف يعني ايه سينثيسيس؟ يعني تصدر تكنولوجيا معينة في السكة، يعني بالظبط. في تشاور ولا حاجة؟ انا دلوقتي لو قلنا مثلا f هتساوي a and b and c and e، فانا كده عرفت ending ما بين اربع حاجات. قولوا لي هل اعملها ازاي؟ اعملها كده a وهنا الايه، اعملها كده بقى ليه؟ هو ده في حاجه، في حاجه اسمها ام بي جيت 4 اي او في 3 ايه، ممكن اعمل كده اي بي سي دي، ممكن اعمل كده وادي ليه طلعت لك ده خلاص الكونت ده السيت المختلف بالظبط. انت كده جبت السيركت دي سيركت معينه معموله بترانزستورز معينه من جوه، وليها سبيسيفيكيشنز معينه، ليها حسبوا لها الديلي، حسبوا لها عملوا لها لاي اوت زي اللي انتوا بتعملوه النهارده. فدي ايه من تكنولوجي لايبرري معينه. يعني في مثلا شركه كبيره بتصنع الكترونكس اسمها دي اس، شركة تانية اسمها UNC، وجوه الشركة الواحدة ممكن يبقى عندها كذا تكنولوجي. ممكن تكون انت بتستخدم حاجة 250 نانو، حاجة 130 نانو. طبعا ال 250 نانو أبطأ من ال 130 نانو، بس ال 130 نانو بيعاين شغل بتعمل إفكتس أكتر. في فروق في البرفورمانس اللي بينهم. أنا كموديل سن اتبنيت أي حاجة من الحاجات دي؟ لا خالص. انا ما شفتش ايه الجيتس اللي انا بستخدمها. انا مجرد كنت مهتم بان انا عندي لوجيك معين، ان انا لما بدخل A و B و C و D ended مع بعض one not اوكي هيطلع لي one، لو واحده منهم zero هيطلع الباقي zero. I don't care انا هستخدم انهي جيتس. مين اللي هيكير في حاجه زي كده؟ السينثيسيس او بتوع السيركت ديزاين، او بمعنى اخر بتوع كيدنس فيرتوزو. ففي كيدنس فيرتوزو انت بقى بتعرف السيركت بتاعتك. السيركت بتاعتك بيبقى ليها كاباستنسز معين، بيبقى ليها باراسيتكس معينه، بتحسب بقى الكلام ده كله. تمام؟ ده بيبقى عليه نوت فولد في دي كي ولا اس بقى انا التكنولوجي فولد بيبقى باسم اسال بتوع الانا. لو انت بتحط مثلا انت بتحط ترانزستورز على كيدنس،
او بتستخدم library وبتحط منها instance. مش انت ممكن تحط instance transistor, ممكن تحط instance AND gate لو انت عندك library اللي انت بتستخدمها فيها AND gate وليها layout. AND gate بقى اللي تحطها دي بتبقى ايه؟ على حسب extension يعني مش فرق. على هي غالبا بتبقى PTK صح. تمام؟ المهم ان انت بعد كده انت في كده سفرتوزو انت في ليفل ان انت بتوصل الجيتس ببعض بس انت مش عارف التوصيله ذات نفسها عامله ازاي. يعني هنا I don't care طول الواير ده عامل ازاي وطول الواير ده عامل ازاي وانا بوصل الجيتس دول ببعض. امتى هتهتم بحاجه زي كده؟ لا انا بعمل لي اوت فنخش في الخطوه اللي بعد منها الفيزيكال ديزاين. والفيزيكال ديزاين ان انت بقى بتقسم السيركت بتاعتك لموديولز. الناس بتوع الاي بي اي معانا احنا في الحته بتاعتكم ايه نقسم السيركت بتاعنا لموديولز وبنعمل بارتيشننج بنعمل كودز زي كيل ها وفي الاخر بنوصل الحاجات دي ببعض بنحسب بقى طول الوايرز وطول الميتالز اللي احنا بنستخدمها زي الميتال اللي انتوا عملتوه من ساعه ونص وما لحقتوش تخلصوه. وبعد كده بعد ما بتخلص اللي اوت بتاعك تعملوا حاجه اسمها دي ار سي وال في اس شرحوا لكم الحاجات دي صح بس ما لحقتوش تعملوها. الصوره الكبيره وضحت ولا لسه؟ انت في الاخر وصل عندك للي اوت. اللي اوت ده فاضل له حاجه واحده بس تتعمل. طبعا بعد ما انت بتعمل اللي اوت بدل ما بعد ما انت بتعمل اللي اوت انت محتاج تتاكد ان اللي اوت ده زي السيركت الاصليه وزي كود الفيرلوج اللي انت عملته فبتعمل فيريفيكيشن. بغض النظر بقى الفيريفيكيشن ده بيتعمل ازاي انت اتاكدت ان اللي اوت تعمله سيركت بقى خلاص تصنعه فبتبعته لشركات بره البلد هم شركات محدودين كده في العالم زي تي اس ام سي وانتل وحاجات زي كده تعمل فابريكيشن. انت ممكن لو انت عندك لين روم وجامد جدا تسيميريت الفابريكيشن عندك في لين روم خش تعمل اللي اوت عندك في لين روم زي طبعا جامعه زويل طبعا. و استخدمته قبل كده لسه بروسيس صح؟ وعملته فابريكيشن دي الصوره الكبيره بتوضح صح؟ بدل ما وفي الاخر بعد ما بتعمل فابريكيشن بدل ما هتستخدم شبايه سيليكون لا يعني هتعملها باكجينج وبنات واضحه علشان لما تيجي تستخدمها في الاخر تعرف تستخدمها تدخل بيها الالكترونكس لاب وهي في ايدك كده وتعمل عليها بقى الالكتريكال سيجنالز الكلام ده كله. انا بقول الليله دي كلها ليه؟ هو بس علشان تفهموا حته الحته اللي فوق دي احنا همنا نفهم موديل سم شغال ازاي. موديل سم ملوش دعوه بالكلام اللي تحت ده كله لا بيتعامل مع ديليز. الديليز اللي بيعملها ديليز لوجيك مش ديليز جيتس وانتوا اللي بتحطوه علشان انتوا متوقعين حاجه معينه في دماغكم يعني. بس الفكره ان اللي بتكتبه كود بيترجم هاردوير. ثانيه بس انت دلوقتي اللي بتكتبه كود بيترجم هاردوير فانا عايز اوصف لوجيك اللوجيك ده ما يترجمش الهاردوير. انا عايز بس الحاجات النهائيه هي اللي تترجم لهاردوير زي حته لما كنا بنقول عايزين نعرف مين يتوصل لمين من غير ما نعمل ده هاردوير. علشان كده بنلجا للماتلاب. ماتلاب سي بلس بلس اي حاجه بتعرف تكتب لك كود وتطلعه في فايل بعد كده. فكرة وصلت؟ تاني احنا دلوقتي كنا بنقول ان الموديل سيل ملوش دعوه بالبارازيتكس والكلام ده كله هو بس ايه بيشوف الكود اللي انت كاتبه حوله لك لوجيك. تمام؟ الفكره ان اللوجيك ده في الاخر بتتحول لهاردوير لما تسلمه البرامج بعد كده. فالهاردوير ده انت عايز تمينيمايز الهاردوير. انت دايما في الالكترونكس انت في ثلاثه جولز انت دايما مهتم بيهم باور اريا فريكوينسي. انت عايز تعلي ده على قد ما تقدر وتقلل الاثنين دول على قد ما تقدر عشان الهاردوير بتاعك يبقى كويس. فانت لما تيجي تكتب لوجيك اللوجيك ده هيتحول لك لهاردوير انت مش عايزه انت كده بتزود الباور والاريا وبتقلل الفريكوينسي على الفاضي. طب ما انت اكتب الكلام ده في حته بره زي ما تلاقي والناتج النهائي او فوت فايل فيرم. بوليان اكسبريشن
اوكي صعب جدا على مود السيل يعني في حاجه انا هوريها لك تعرفوا عن حاجه اسمها جنريت فور لوب في موديل سنت انت ممكن تعمل فور لوب على موديل سنت يعني زي فين ده ادر سبتراكتور كان اساينمنت عندنا كان اول اساينمنت عندنا في السنه اللي فاتت هرد عليه دلوقتي فده ادر سبتراكتور بالاسلوب ده بتعرف تعمل فور لوب على اسمه ايه ده على الموديل سيت لو انت مثلا عندك 32 بت ادر انت ممكن تعمله ازاي شايفين هنا يا جماعه فول ادر في فول ادر تاني جنبه فول ادر تالت توصلين ببعض حط 32 فول ادر جنب بعض هتقعد بقى بايدك تنستنشيت فول ادر فول ادر بايدك 32 مره افرض كنا 1024 طريقه كونفينينت اعمل فور لوب للاستراكشرال موديل فهي دي الطريقه بتاعته يعني طبعا هي هتطلع في الفيديو لو انتوا عاوزين تستخدموها اوكي بس طبعا حاجه زي كده قد يكون طبعا في كابابيلتيز ثانيه في الفيرلوج بس you can always use MATLAB وصلت الفكره ده اللي انا كنت عايز اوصله تمام بس عايز تسالني اول حاجه انا سؤالي بس انت واخد لما بترجم ليه لو كنت فيرلوج بس لا سؤال حلو جماعة سأل دلوقتي انتوا عارفين كيدنس هتاخدوا بريك بقى انتوا عارفين كيدنس صح؟ نعم ففي كيدنس انتوا مش بتاخدوا كود وتترجموه وهكذا مش بتعملوا الحكاية دي بتاخدوا elements موجودة في اللايبري طب انا لو عايز انا معايا كود دلوقتي وعايز استخدمه ازاي؟ تول تانية غير كيدنس فيرتوزو في تول اسمها دي سي كومبايلر الناس اللي هياخدوا كورس الايزك السنة الجاية هيستخدموه فهي بتعمل لك السيركت ديزاين حاول فيريلوج ايه لكيدنس مش فيريلوج ايه فيريلوج احنا ديجيتال مالناش دعوة سوري فيريلوج هياخد كود الفيريلوج يعمل ستيب اسمها السينثيسيس هتاخدوها في كورس الايزك يعني فهي هي بقى اللي هتحدد هي اللي هتحدد انا هستخدم الاند جيت الاربعه ولا هستخدم اند جيت بثلاثه واند جيت واحده واحط معاهم اند جيت اثنين ولا استخدم اند جيت باثنين واند جيت باثنين واحط بعدها اند جيت باثنين طبعا الاند جيت باثنين يا اندي كانت اثنين انبوت فاكيد هي اسهل واسرع واريح بس في المقابل انا استخدمت ثلاثه منهم والباص بتاعي بقى بيعدي على اثنين اند جيتس فبستخدم اند جيت باربعه في اوبتمايزيشن بقى بيحصل حاجات تبع الفان اوت والبارازيتيك كاباسيتانس دي مش تبع الكورس بتاعنا خالص دي هتاخدوها في ديجيتال اي تي هو اللي بيعمل كده بقى يعني البرنامج في الاخر بيشوف الفيريلوج كود اللي انت مدخله وبيشوف انت هتحط له كونسترينز معينه انا عايز السيركت بتاعتي الديلي بتاعها يبقى 5 نانو سكند بالكتير وعاوز الاريا ما تعديش مش عارف ايه وعاوز الباور بتاعها ما يزيدش عن مش عارف ايه فانت حطيت شروط على السيركت الاخر اللي حطيته فالبرنامج اللي هو السنتسايزر ده بيستخدم بقى التكنولوجي لايبرز اللي عنده فبحط اند جيت باثنين وبعدها اند جيت ثانيه باثنين ولا استخدم اند جيت اربعه على طول طب استخدم فليك لوب ولا ما استخدمش بيعمل شقلبازات علشان في الاخر يميت السبيسيفيكيشنز اللي انت حطيتها. يديك البار الكلام ده طبعا مالوش دعوه بالموديل سيت. قصدي ما اقدرش اعمله الكلام ده مش في كيدنس في كيدنس سوكت انكاونتر برضه هستخدمه السنه الجايه بياخد الحاجات اللي دي سي كومبايلر طلعها كود الفيرلوج قلنا دي سي كومبايلر ده بياخد كود الفيرلوج ويحول لك جيتس التاني بقى بياخد الجيتس دي وكود الفيرو ويعمل لك لي اوت فاللي اوت اللي انتوا هتقعدوا ساعتين ولا اسبوع علشان تعملوه البروجكت الانالوج هتلاقوا كورس ليزك ما بيطلع كده 15 دقيقه في كتير ساعه
حد عنده سؤال تاني؟ لا يعني كودنا تلاب عريض لان انا عامل انكودر في لوجيك وفي كلام كبير، انما الفكره ذات نفسها بسيطه جدا. نص ساعه وانا كنت عنيف قوي معاك يعني. بص الموضوع بسيط خالص، شايف السطر في الاول ده الفاريبل انا لسه اول مره استخدمها، موديول بي انكودر، بكتب الكود اكني بكتبه عادي خالص على التكست اديتور بتاع الفيرل، بس بباص فاريبلز في السكه، بباص انتجر، اغير الويت كده يعني. فيترجم بالسطر اللي في الاول خالص حاجه زي كده، دي فور لوبات، فور لوبات جوه فور لوبات، فور لوبات واحده، دول كده اتنين فور لوب جوه بعض نفس الطريقه. في الاخر باجي بقول له على اخر الكود نيم، ده اسم الباث، الباث ده انا كنت عامل حته فوق كده، بتعرف الباث اللي الماتلاب كود فيه اوتوماتيك، تمام؟ فتكون عارف الاوتبوتس بتاعت الفايلز دي هتروح فين. هنا بعمل اوبن لفايل جديد، هنا برايت الفايل ده، بحط الفيري جوه الفايل ده اللي في المكان الفلاني وبقفل. هنا بطلع رساله انه فيريلوج فايل اللي الباث بتاعه كذا successfully created. عملت كده في الفايل العادي، عملت كده في التست فيكتورز بتاعتي، عملت كده في التست ريتش. وصلت التست فيكتورز ليه بعملها راندم؟ بعدين ماتلاب ده الاكزامبل كده بص عليه مع السلايدز، لو هو ده نفس الانكودر اللي في السلايدز هحاول اريتهم مع بعض يعني. هرفع لكم يا جماعه الماتيريالز دي، هرفع لكم الفيديو. عمر انا عاوزكم بس تعرفوا ان انا رافع لكم جريديشن بروجكت. هو احنا مش محتاجين ماتيريالز.